الضعف والهوان العربي بسبب ما يعاني منه العرب داخليا من مشكلات، وبسبب الاحتلال الأمريكي للعراق وما ترتب عنه من نتائج في العراق وفي سوريا، والاحتلال الأمريكي لأفغانستان وما نتج عنه من القاعدة ومن الطالبان وغيره. يعني أي حرب في هذا الكون ينعكس علينا مباشرة. لا بس هو هذه الحرب في أفغانستان وهذه الحرب في العراق اللي شنها الأمريكان كانت الحرب التي انطلقت منها نوايات المشكلات الرئيسية التي تواجهنا الآن، ليس فقط في العراق وإنما في العراق وفي سوريا، وتهدد لبنان وتهدد الأردن وتهدد كل مكان. بالتالي يعني الأمريكان أنتجوا القاعدة لكي تقف في وجه الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، وأنتجوا داعش لكي تقف في وجه الحكومة في بغداد، وثم بعد ذلك يقولون خرج الجني من العلبة وأصبح الآن هو العدو الرئيسي الذي يجب أن نواجهه. يعني هناك مشكلة عربية، ولكن هذه المشكلة العربية ترتكن إلى مشكلة احتلال قام به الأمريكان لمنطقتنا، ولم نخرج به إلا بالعاهات والمشكلات التي نواجهها الآن.